لو كان لدينا two vectors وهذول two vectors نوصفهم بأنهم non-zero vectors، بمعنى أنه لو كان عندي المتجه الأول اللي هو اليو مثل بهذا الشكل، هو عبارة عن يو 1 اتجاه الآي زائد يو 2 جي زائد يو 3 كي، هذا المتجه الأول. وكان عندي متجه ثاني اللي هو الفي فيكتر اللي هو عبارة عن V1 I زائد V2 J زائد V3 K، وكان المطلوب من عندي هو إجراء دوت برودكت ما بين الـ U والـ V، بمعنى أنه U دوت V. الملاحظة رقم واحد اللي نذكرها للطالب في حال عملية إجراء دوت برودكت ما بين 2 فيكترز، هو أول نقطة آلية إيجاد الدوت برودكت هو عملية ضرب مباشر لمركبة المتجه الأول مع مركبة المتجه الثاني، يعني كل مركبة مع المركبة المقابلة إلها، بمعنى مركبة الآي مع مركبة الآي المتجه الثاني، مركبة الجي مع مركبة الجي المتجه الثاني، وكذا نفس الكلام بالنسبة للكي لكل واحد منهم. بمعنى راح يكون عندي U1 في V1 زائد U2 في V2 زائد U3 في V3 زائد. الملاحظة اللي راح نستنتجها من عملية الدوت برودكت انه الناتج من عملية الدوت برودكت هو سكيلر، بمعنى انه راح يكون عندي رقم. الناتج النهائي بعد عملية اجراء الدوت برودكت ما بين 2 فيكتورز راح يكون عندي رقم، هذا الرقم قد يكون موجب، قد يكون سالب، قد يكون زيرو. زين، بمعنى انه الدوت برودكت هو السكيلر برودكت، نتيجة للناتج النهائي من عنده. يعني عملية إجراء الدوت برودكت ما بين 2 فيكتورز الناتج النهائي من عند سكيلر وليس متجه جديد. إذا خلي أخذ أمثلة على هذه الحالة، خلي أفترض الإكزامبل الأول، لو كان عندي مثلا المتجه الأول U موصوف بالمعادلة التالية، هو عبارة عن I ناقص 2J ناقص K، والمتجه الثاني اللي هو V هو موصوف بالمعادلة ناقص 6I زائد 2J ناقص 3K. المطلوب هسه إجراء الدوت برودكت بيناتهم، فحسب القاعدة U دوت V الناتج راح يكون هو عملية ضرب مباشر لمركبة كل متجه مع المركبة المقابلة إلى بالمتجه الثاني، بمعنى واحد باعتبار مركبة المتجه مالتي باتجاه الآي هو واحد، واحد في سالب 6 سالب 6 زائد سالب 2 في 2 سالب 4 زائد سالب 1 في سالب 3 اللي هو 3، والنتيجة راح تكون هي سالب 7. فبالتالي الناتج هسه من عملية إجراء الدوت برودكت ما بين 2 فيكتورز سكيلر. اكزامبل ثاني، لو فرضا كان عندي المتجه مالتي اليو موصوف بالمعادلة هو عبارة عن 1 على 2 I زائد 3 J زائد K، والمتجه الثاني اللي هو الفي هو عبارة عن 4 I ناقص J زائد 2K. هسه راح يكون عندي عملية الدوت برودكت U دوت V راح تكون مساوية إلى مركبة الآي مع مركبة الآي، راح يكون عندي نصف في 4 هي 2 زائد 3 في سالب 1 سالب 3 زائد 1 في 2 راح يكون عندي 2، والنتيجة راح تكون عندي 4 سالب 3 راح يكون عندي 1. إذا هسه الخلاصة الأولية أو الملاحظة رقم 1 اللي نخليها في بالنا انه عملية اجراء الدوت برودكت ما بين 2 فيكتورز الناتج مالته هو سكيلر. هذه اول ملاحظة لازم انه طالب يخليها في باله. اذا الملاحظة رقم 2، عملية الدوت برودكت مع اي يونت فيكتورز مع نفسه الناتج راح يكون هو نفسه لكل المركبات، بمعنى لو كان عندي اي دوت اي هو نفسه او يساوي، يعني عملية الدوت برودكت ما بين الـ I يونت فيكتورز مع يونت فيكتورز I، I دوت I يساوي لي J دوت J واللي هو نفسه راح يكون مساوي إلى K دوت K والناتج واحد، بمعنى أنه عملية إجراء الدوت برودكت ما بين أي يونت فيكتورز مع نفسه النتيجة مالته واحد. زين، هذه ملاحظة خليها ملاحظة رقم 2 بعد ما أنه سمينا الملاحظة رقم 1 أنه عملية الدوت برودكت تقودني إلى سكيلر. ملاحظة ثانية أنه عملية الدوت برودكت ما بين أي يونت فيكتور مع نفسه نتيجة واحد. طيب الدوت برودكت ما بين يونت فيكتور ويونت فيكتور ثاني، بمعنى أنه مثلا لو كان عندي I مع J، J مع K، K مع I، النتيجة راح تكون مساوية إلى صفر. إذن الملاحظة هذه خلي نثبتها نخليها بشكل تالي. لو نجري عملية دوت برودكت ما بين مثلا
اي دوت جي راح يكون مساوي الى عمليه الدوت برودكت ما بين الجي دوت كي، واللي هو نفسه راح يكون مساوي الى الكي دوت اي، وراح يكون النتيجه نفسها لو كي دوت جي والنتيجه صفر. بمعنى انه اي دوت برودكت ما بين يونت فيكتورز ويونت فيكتورز ثاني النتيجه مالته هي صفر. زين، الملاحظه اللي بعد لازم انه نشير لها، الشرح قبل قليل هنا اشرنا له انه عمليه الدوت برودكت ما بين 3 دايمنشن فيكتورز، قد يكون الفيكتورز اللي موجود عندي 2 دايمنشن، بمعنى انه يكون عندي مركبتين. يعني فرضا لو كان عندي اليو موصوف بالمعادله هو عباره عن يو1 باتجاه الاي زائد يو2 باتجاه الجي زائد صفر، خليك تبقى بهذا الشكل باتجاه الكي، بمعنى المركبة الثالثة هي عبارة عن زيرو. نفس الكلام لو كان المتجه الثاني هو عبارة عن V1 باتجاه الآي زائد V2 باتجاه الكي الجي زائد زيرو باتجاه الكي. هذا النوع نسميه 2 dimensional vectors. عملية الدوت برودكتس بيناتهم هي بنفس السياق لو كان عندي 3 dimension، بمعنى انه راح يكون عندي هنا U.V بهذا الشكل، راح يكون مساوي مركبة الأول مع المركبة المقابلة لها U1 في V1 زائد U2 في ال V2، بمعنى أن المركبة الثالثة راح تكون هي النتيجة مالتها صفر. زين، هسه هذه خلينا نقول إنه القواعد العامة لكيفية إيجاد الدوت برودكت، أو خلينا نقول إنه التطبيق الأولي أو الاعتيادي لكيفية إيجاد الدوت برودكت ما بين تو فاكتورز. زين، تطبيقات الدوت فاكتورز أو الدوت برودكت ما بين تو فاكتورز تطبيقاتها هواية. هذه التطبيقات هي تشمل تطبيقات إيجاد الـ يعني تطبيقاتها موجودة في الحجوم، في التطبيقات الفيزيائية، لكن أهم تطبيق بالنسبة للدوت برودكتس هو كيفية إيجاد الزاوية ما بين تو فاكتورز. يعني لو كان عندي تو فاكتورز، هذول التو فاكتورز يشغلون نفس النقطة بالنسبة للإنيشال بوينت، راح تكون بيناتهم زاوية. بمعنى مثلا لو كانت هاي هي الإنيشال بوينت للتو فاكتورز، الفاكتورز الأول راح افترضه هو هذا اليو، وعندي فاكتورز ثاني هذا راح افترضه في، فبالتالي بما أنه الإنيشال بوينت بالنسبة للتو فاكتورز هي واحد، إذا راح تصير بيناتهم اكو زاوية، هذه الزاوية هي ثيتا، نقدر أنه نوجد هذه الزاوية باستخدام مبدأ الدوت برودكت. زين، هسه قبل لا نبدا بقواعد ايجاد الزاويه حسب مبدا الدوت برودكتس ما بين يعني الزاويه اللي موجوده ما بين تو فاكتورز، اول خطوه خلي افتهم مجموعه من النقاط. النقطه رقم واحد انه هذه الزاويه بالنسبه الي ثيتا تكون ما بين التو فاكتورز اللي هو الفاكتورز الاول والثاني، هذه الزاويه راح تكون هي ما بين الزيرو وما بين الباي. زين، هذه اولا النقطه خلينا نسميها ملاحظه واحد. الملاحظه اثنين، إذا كان التو فاكتور مادي لا يقعون اثنيناتهم على نفس الخط، يعني ما راح مو اثنيناتهم على نفس الخط اللي يحتويهم، الزاوية مالتي هذه الثيتا اللي راح أقيسها راح تكون هي محتوات بالبلين اللي يضمهم، بالمستوي اللي راح يحتويهم اثنيناتهم، بمعنى أنه راح تكون عندي مستوي يحتوي هذه الزاوية وبالتالي راح أحسبها على هذا الأساس. لكن إذا كان التو لاينز مالت او تو فاكتورز مالتنا يقعون على نفس اللاين، فبالتالي الزاويه راح تكون تساوي صفر اذا كانت اثنيناتهم بنفس الاتجاه، او تساوي باي اذا كانوا باتجاه متعاكس. بمعنى لو كان عندي هذا المتجه الاول وهذا المتجه الثاني سواء كان منطبقين او متوازين، هذا اليو وهذا الفي، الزاويه راح تكون صفر بهذه الحاله، او اذا كان واحد عكس الثاني راح تكون مثلا كان هذا يو وهذا الفي، الزاوية راح تكون هنا نباي باعتبار انه راح يكونون اوبن سايد. زين، الملاحظة رقم ثلاثة المتعلقة بكيفية ايجاد الزاوية ما بين تو فاكتورز باستخدام مبدأ الدوت برودكت، النقطة الاساسية اللي عندي انه دائما الزاوية ما بين اليو والفي يمكن ايجادها باستخدام مبدأ الدوت برودكت اذا كان التو فاكتورز مالتي على الاقل واحد من عندهم نون زيرو فاكتورز، بمعنى انه يكون يعني لا يوجد واحد من المتجهات كل مركباته تساوي صفر، اللي سميناه بالزيرو فاكتورز. زين، القاعده لايجاد مقدار قيمه الزاويه هي قائمه على اساس الدوت برودكتس، بمعنى لو كان عندي يو فاكتور دوت في فاكتور، هذه يو دوت في يساوي طول المتجه الأول اليو في طول المتجه الثاني في كوساين الزاوية اللي بيناتهم،
طيب من هذه القاعدة اللي هو قانون دوت برودكت نقول كوساين ثيتا هو عبارة عن اليو دوت في على طول المتجه الأول في طول المتجه الثاني. وإذا أريد أحسب الزاوية ثيتا إذا راح يكون مساوي إلى من هذه المعادلة راح أخذ كوساين إنفرس أقول ثيتا هي عبارة عن نكتبها هنا يقول تعريفنا لكيفية إيجاد الزاوية نقول ثيتا هي عبارة عن كوساين إنفرس لليو دوت في على طول المتجه الأول في طول المتجه الثاني. هذا القانون نستخدمه لإيجاد الزاوية ما بين تو فكتورز. خلي أخذ هنا مثلا مثال المطلوب هو أوجد الزاوية المحصورة ما بين المتجه U الموصوف بالمعادلة I ناقص 2J I ناقص 2J ناقص 2K والمتجه V الموصوف بالمعادلة 6I زائد 3J زائد 2K. عندي 2 vectors المطلوب هو إيجاد الزاوية اللي بيناتهم. حسب القاعدة اللي عندي هسه أول خطوة أوجدها هو عملية الدوت برودكت حسب القاعدة اللي ذكرناها. فنقول إنه U دوت V تساوي مركبة الأول مع مركبة الثاني الفكتور الثاني المقابل إليه. فواحد في ستة ستة زائد سالب اثنين في ثلاثة سالب ستة زائد سالب اثنين في اثنين راح يكون عندي سالب أربعة والنتيجة راح تكون هي سالب أربعة. هذه عملية الدوت برودكت المباشر. زين الخطوة رقم اثنين هي إيجاد طول كل متجه على حدة. فأحسب طول المتجه حسب القاعدة اللي ذكرناها بالمقطع السابق راح تكون هي تحت الجذر إلى مركبة الأول تربيع واحد تربيع زائد مركبة الثاني تربيع زائد مركبة الثالث مركبة ثلاثة تربيع والنتيجة هي واحد زائد أربعة زائد أربعة والنتيجة راح تكون جذر تسعة اللي هي ثلاثة. طول المتجه الثاني بنفس السياق راح يكون عندي المركبة الأولى تربيع ستة تربيع المركبة الثانية تربيع اللي هي زائد ثلاثة تربيع زائد المركبة اللي ثالثة تربيع اثنين تربيع والنتيجة راح تكون عندي ستة وثلاثين زائد أربعة اللي هي أربعين زائد تسعة تسعة وأربعين والنتيجة جذر تسعة وأربعين هي سبعة. أوكي فصار عندي هسه أولا ناتج الدوت برودكت وطول كل متجه. إذا نطبق القاعدة فأقول إذن الزاوية ثيتا هي عبارة عن حسب القانون هي كوساين إنفرس لي اليو دوت في على طول الأول في طول الثاني والنتيجة هي كوساين إنفرس لي خلي قوس بهذا الشكل باعتبارها تعتبر زاوية اليو في الفي هي سالب أربعة على طول الأول في طول الثاني ثلاثة في سبعة والنتيجة راح تكون هي أنا أوجد طبعا لازم ناخذ شنو هو مطلق بس لأنه اثنيناتهم موجب فما عندي مشكلة فراح يكون عندي هنا سالب أربعة وكأنه هو عبارة عن كوساين إنفرس لسالب أربعة على واحد وعشرين والنتيجة راح تكون هذه أحسبها بالحاسبة تطلع عندي 100.890 زاوية. هذه مقدار قيمة ثيتا الزاوية اللي موجودة أو اللي محصورة ما بين التو فكتورز. زين ممكن أن يكون سياق السؤال بشكل ثاني يعني مثلا لو كان المطلوب هو إيجاد مقدار قيمة الزاوية لكن هالمرة ما مطيني المتجهين يعني أنا لازم أنه أشكل المتجهات وبعدين أوجد بيناتهم أو أطبق القاعدة. المثال اللي موجود عندي هسه هنا find the angle أوجد الزاوية ثيتا in the triangle للمثلث اللي هو ABC المحدد بالvertex مالته النقاط مالته بالA والB والC. يعني أنا عندي سنانة خلينا نقول إنه two dimension باعتبار هذه 0 0 3 5 و 5 2. خلي أحدد الإحداثيات مالتي. النقطة الأولى اللي هي النقطة اللي موجودة A هي 0 0 هذه هي نقطة A. النقطة الثانية اللي هي نقطة B هي 3 بـ5 فأحدد مقدار قيمة 3 بـ5. خلي افترض هذه 1 2 3 4 5 عندي هذه 3 وعندي 5 هذه 1 2 3 4 5 خلي افترض هالشكل راح يصير عندي هذه النقطة هذه 3 بـ5 هذه هي تمثل النقطة B اللي إحداثياتها 3 بـ5. النقطة الثانية اللي عندي اللي هي C إحداثياتها 5 بـ2 هذه 5 وعندي هذه 2 فأقاطعهم راح تكون النقطة مالتي هذه
هذه النقطة اللي هي راح تكون نقطة سي. زين هسه بعد ما انه حددت النقاط اللي هي اي بي وسي حسب الاحداثيات اللي معطات عندي، اشكل هسه اللي هنا المتجهات. فهسه اولا الزاويه مالتي المطلوبه اللي هي ثيتا هي الزاويه اللي موجوده ما بين الفكتور سي اي، سي اي المتجه مالتنا هذه النقطه، اوكي هذا المتجه مالتي، والمتجه سي بي ثانيا سي بي. فبالتالي من اجي ارسمهم راح يكون بهذا الشكل. زين هنا أنا راح تكون هذه هي الزاويه المطلوبه اللي عندي، هذه ثيتا، فلازم احدد هذا المتجه هسه اللي هنا، وكانه هنا عندي هذه النقاط اللي عندي. فهسه خلي اوجد اول خطوه، اوجد سي اي واوجد سي بي. فاقول سي اي كمتجه راح يكون هو عباره عن احداثياته راح تكون مساويه الى احداثيات هذه النقطه اللي هي سي 5 ناقص، راح يكون عندي هنا 0 ناقص 5، احداثياتي راح تكون عندي ناقص 5 و0 ناقص 2 راح تكون سالب 2. زين وبالنسبه للسي بي نفس الكلام، راح تكون هو عباره عن احداثياته هي عباره عن احداثيات النقطه بي اللي هي 3 ناقص 5 راح تكون عندي سالب 2، وعندي 5 ناقص 2 راح تكون 3. زين هسه هنا كانه شنو صار عندي؟ صار عندي 2 دايمنشنال فيكتورز. فاذا حدد كل واحد عندهم كمتجه نقول سي اي اكتبه هو عباره عن ناقص 5 اي ناقص 2 جي. بنفس الاسلوب اقدر اكتب المتجه الثاني مالتي اللي هو سي بي هو عباره عن سي بي هو عباره عن سالب 2 اي زائد 3 جي. طيب هسه حتى اوجد الزاويه ما بيناتهم، فاقول الزاويه ثيتا هي عباره عن مقدار قيمه الكوساين انفرس ل سي اي دوت سي بي على مطلق سي اي في مطلق السي بي. زين خلي احسب هسه اولا الناتج مال سي اي دوت سي بي، الناتج راح يكون مساوي الى عمليه ضرب لكل مركبه مع المركبه المقابله لها، راح يكون عندي سالب 5 في سالب 2 هذه 10 زائد سالب 2 في 3 سالب 6 والنتيجه هذه 4. زين هسه الخطوه اللي بعدها انه اوجد الطول مال كل واحد، فطول السي اي راح يكون مساوي الى تحت الجذر مركبه الاول تربيع هذه 25 زائد مركبه الثاني 4، صار عندي جذر 29، هذه جذر 29 اللي هي مثل الطول المركبه الاولى. طيب اوجد الطول المركبه الثانيه، الطول المركبه الثانيه اللي هو يعني طول المتجه الثاني اللي هو طول سي بي راح يكون مساوي الى الاول تربيع اللي هو 4 زائد الثاني تربيع هي 9 والنتيجه هي جذر راح يكون عندي 13. فهسه نقول اذا الزاويه ثيتا هي عباره عن كوساين انفرس ل حاصل ضرب الدوت برودكت ما بين الاول والثاني والنتيجه مالته هي 4 على جذر 29 في جذر 13 بهذا الشكل. طبعا هذا رقم نحسبه بالحاسبه، بعد ما انه طلع الناتج راح يطلع عندي مقدار قيمه الزاويه هي 78.11، هذه مقدار قيمه الزاويه ثيتا. من الملاحظات المهمه اللي نستفاد منها لاجراء الدوت برودكت او لخلال عمليه اجراء الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز، يمكن تحديد التعامد او خاصيه التعامد ما بين تو فيكتورز، وهذا راح يقودنا الى ما يسمى عندي بالبربندكولر او الاورثوجونال فيكتورز. احيانا يطلب من عندي انه مثلا اثبت انه المتجهين التاليين متعامدين، او هل المتجهين التاليين متعامدين. زين الملاحظه على كيفيه ايجاد شرط التعامد ما بين المتجهات، راح افترض انه لو كان عندي تو نون زيرو فيكتورز، انا عندي المتجه الاول يو وعندي متجه ثاني في واثنيناتهم نون زيرو فيكتورز، هذول المتجهين راح يكونون متعامدين يعني perpendicular or orthogonal إذا كانت الزاوية اللي بيناتهم هي 90. متى ما كانت الزاوية ثيتا اللي بيناتهم هي باي على 2 راح أقول إن هذول المتجهين متعامدين. زين النقطة الثانية اللي على أساسها راح أحدد إنه التو فيكتورز متعامدين، إنه إذا كانت الزاوية بين المتجهين هي تساوي لي باي على 2 معناته ان الدوت برودكت لازم يكون صفر، لانه بما انه تعريفنا للدوت برودكت ما بين تو فيكتورز هو عباره عن طول الاول في طول الثاني
في كوساين الزاوية اللي بيناتهم. فإذا كانت الزاوية اللي بيناتهم 90 هذا يعني أنه اليو دوت في لازم يكون مساوي إلى صفر باعتبار كوساين 90 هي صفر. فإذا متى ما كان الدوت برودكت ما بين أي متجهين يساوي صفر إذا النتيجة راح تقودني أو أستن راح أستنتج أنه هذول المتجهين متعامدين. وبنفس السياق بشكل عكسي إذا كانت الزاوية إذا حسبت الزاوية ما بين متجهين وطلعت الزاوية ما تباي على 2 أقول إن هذول المتجهين هم متجهين متعامدين. خلي أخذ خلينا نقول نمطي من الأسئلة المتعلقة بكيفية إثبات التعامدية ما بين المتجهات. زين خلي أفترض إنه أنا عندي متجه موصوف بالمعادلة التالية. أنا عندي U معادلته هو عبارة عن 3i ناقص 2j، هذا هو عبارة عن يعني زائد 0k بهذا الشكل. وعندي المتجه الثاني اللي هو V معادلته هي عبارة عن 4i زائد 6j زائد 0k. زين المطلوب هسه اللي هنا اولا اوجد الدوت برودكت وحدد فيما اذا كان هذول المتجهين متعامدين. فهسه اول خطوة عملية ايجاد الدوت برودكت نقول انه U دوت V يساوي كل مركبة قلنا مع المركبة المقابلة لها وراح تكون مساوية 3 في 4 = 12 زائد عندي سالب 2 في 6 = 12 والنتيجة صفر. بما انه الدوت برودكت هسه بيناتهم صفر اذا اقول التو فاكتورز ار بيربنديكولار او اورثوجونالز فاكتور. زين هسه هذه خلينا نقول انه سياق. السياق الثاني اللي يمكن انه انا مثلا استفاد من عنده هسه هذه حاله رقم 1 اكزامبل 2. لو فرضا كان عندي اليو المتجه ماتي معادلته هي 3i ناقص 2j زائد k وكان المتجه الثاني ال v هو عبارة عن 2j زائد 4k. زين حدد فيما إذا كان هذول المتجهين متعامدين. إذا انتبه هسه اللي هنا المركبة اللي مات ال i صفر ما ذكر لي اياها. فمن اوجد هسه الدوت برودكت u دوت v الدوت برودكت بيناتهم راح تكون مركبة الاي في مركبة الاي 3 في 0 0 زائد مركبة الجي مع مركبة الجي سالب 2 مع 2 هي سالب 4 زائد مركبة الكي مع الكي هي 1 في 4 4 والنتيجة 0 باعتبار 0 زائد 0 راح يكون هذولي 0. اذا بما ان الدوت برودكت ما بين المتجهين يساوي 0 اذا هذول المتجهين متعامدين. زين هسه هذه خلينا نقول انه الحالة رقم 1 اللي هو كيفية تحديد التعامدية ما بين المتجهات قائمة على أساس إيجاد مقدار قيمة الدوت برودكت. فإذا كان الناتج مال الدوت برودكت يساوي صفر مباشرة أحكم على أنه المتجهين متعامدين. زين عندي حالة ثانية. الحالة الثانية اللي عن طريقها نقدر نحدد التعامدية ما بين المتجهات اللي هي متى ما كان عندي أي متجه هو زيرو فكتر بمعنى أن كل مركباته صفر. زين عملية الضرب ما بين هذا المتجه ما متجه ثاني النتيجة راح تساوي لصفر. يعني لو كان عندي يو هو عبارة عن زيرو فكتر بمعنى انه كل مركباته هو صفر صفر اي زائد صفر جي زائد صفر كي هاو مو بالسؤال يذكر لك انه هو زيرو فكتر كل مركباته زيرو. وكان عندي الفي هو عبارة عن متجه الى في 1 مركبة باتجاه الاي زائد في 2 باتجاه الجي زائد في 3 باتجاه الكي. هسه حاليا اذا اريد اسوي عمليه او اجري عمليه الدوت برودكت ما بين اليو والفي راح يكون عندي يو دوت الفي يساوي مباشره صفر باعتبار كل مركبه مع المركبه المقابله لها الناتج مالتها صفر. فاذا كان واحد من المتجهات اللي عندي هو عباره عن زيرو فكتر مباشره الدوت برودكت صفر وبالتالي المتجهين راح يكونون هذول متعامدين. زين هسه هذا صار عندي طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه قلنا اعتمادا على كيفيه تحديد مقدار قيمه الزاويه اذا كان الزاويه ثيتا تساوي لي باي على 2 مباشره متعامدين. هذه الملاحظه استفاد من عدها احيانا لايجاد بعض المجاهيل. يعني مثلا اذا كان المتجه يو خلينا نفترض بهذا الشكل موصوف بالمعادله التاليه هو 2i زائد اكس جي ناقص كي والمتجه V موصوف بالمعادلة هو عبارة عن ناقص 3 زائد طبعا ناقص 3i زائد 2j ناقص 2k. ومطلوب السؤال U and V are orthogonal vectors. زين أوجد
مقدار قيمة X أوجد the value of X أوجد the component X. زين بالسؤال إذا ذكر لي الملاحظة أن هذول المتجهين اثنيناتهم متعامدين هذا يعني أنه الدوت برودكت ما بين اليو وما بين الفي يساوي صفر فأقول بما أنه عملية الدوت برودكت ما بين اليو والفي تساوي صفر على اعتبار بالسؤال هو ذكر لي أنه هذول اثنيناتهم متعامدين إذن راح استفاد من هذه الخاصية لإجراء أولا دوت برودكت وساويها بالصفر لاستخراج مقدار قيمة المجهول فبالتالي هسه أولا نقول مقدار قيمة اليو دوت بي راح تكون مساوية إلى 2 في سالب 3 سالب 6 زائد X في 2 راح يكون عندي 2X زائد سالب 1 في سالب 2 اللي هي 2 فبالتالي راح يصير هسه هذا المقدار هو عبارة عن سالب 6 زائد 2X زائد 2 تساوي 0 لأنه متعامدين من هذه المعادلة راح يكون عندي أنه 2X ناقص 4 تساوي 0 أو ناقص 4 تساوي 0 أو 2X تساوي لي 4 ومن عنده مقدار قيمة X راح تساوي لي 2 زين فبالتالي هسه صار عندي هنا أنه استفاد من الملاحظة التعامد أنه أي متجهين متعامدين الدوت برودكت بيناتهم راح يكون مساوي 0 وأستخدم هذه الخاصية لإيجاد المجاهيل المطلوبة بالسؤال زين ملاحظة أخيرة متعلقة بالدوت برودكت انه خصائص العمليات الرياضيه اللي يمكن انه اجريها على التو فاكتورز باستخدام مبدا الدوت برودكت يعني راح افترض انه انا عندي ثلاث متجهات المتجه الاول هو يو المتجه الثاني هو في والمتجه الثالث هو دبليو وراح افترض انه انا عندي السي هو عباره عن سكيلر هذول المتجهات والسمول سي هو عباره عن سكيلر رقم موجب سالب او زيرو العمليات او خصائص عمليات الدوت برودكت الرياضية الجبرية أولا أنه عملية الدوت برودكت ما بين اليو دوت في هي نفسها في دوت يو عملية تبادلية ما عندي مشكلة أنه أقدم المتجه الأول أو الثاني ما عندنا مشكلة الناتج واحد العملية الثانية أنه لو كان عندي كونستانت أضربته في المتجه الأول يو وبعدين أجريت دوت برودكت مع المتجه في يساوي نفسه انه المتجه مات الاول في الكونستان في المتجه الثاني بي وهو نفسه راح يكون مساوي لو انه اجريت دوت برودكت ما بين اليو وما بين البي وبعدين الناتج مال تضربته بالكونستان سي زين الخاصية ثلاثة انه لو كان عندي يو دوت برودكت ما بين البي زائد دبليو هذه عملية توزيع راح يكون هو اليو اليو دوت الفي زائد اليو دوت دبليو زين الخاصية رقم 4 راح تكون مساوية إلى إنه أي عملية دوت برودكت للمتجه مع نفسه